من كتاب English Vocabulary in Use يونت رقم 44 44 هنتكلم عن الأفعال المركبة اللي هي phrasal verbs. الفعل المركب عبارة عن فعل وجنبه preposition، يعني حرف جر preposition. أول نقطة عندي في الصفحة What are phrasal verbs؟ يعني ما هي الأفعال المركبة؟ بيقول لي phrasal verbs have two parts. الفعل أفعال المركبة ليها جزئين، a verb and a participle. زي get up، get up يعني يستيقظ، get لوحدها معناها يحصل على، ده فعل لوحده، لكن مجرد ما احط جنبه preposition up get up بمعنى يستيقظ. طب لو قلتها get on، get on معناها يركب وسيلة مواصلات. لما أقول get off، get off يعني ينزل من وسيلة المواصلات، ينزل من الأتوبيس مثلا. I got up at 6:30 this morning. أنا استيقظت الساعة 6:30 هذا الصباح. I am tired now. أنا تعبان دلوقتي لأني صاحي بدري. We should get on the bus. نحن يجب أن نركب الأتوبيس. It's leaving in 5 minutes. سوف يغادر في خلال 5 دقائق. minutes يعني دقائق. We go off the bus at the city museum. احنا بننزل من الاتوبيس في متحف المدينة، يعني اول ما نوصل متحف المدينة بننزل. يبقى انا عندي get up يستيقظ، get on يركب وسيلة مواصلات، get off يعني ينزل من وسيلة المواصلات. ادي get عندي الرسمة دي، get up يستيقظ at 6:30 6:30، get on the bus او get off the bus. بعد كده عندي الفعل turn. turn on يعني يشغل حاجة، يشغل تلفزيون، يشغل راديو. turn off يعني يقفل الحاجة دي. turn up و turn down. turn up يعني يعلي الصوت و turn down يعني يوطي الصوت. يقول لي he always turns on the TV at 9 o'clock to watch the news. يعني هو دايما بيفتح التلفزيون الساعة 9 علشان يشاهد الأخبار. هنا it's a sunny day يعني النهاردة يوم مشمس. turn the light off يعني طفي النور، احنا مش عايزين الكهرباء لان الشباك مجيب نور كويس. turn the TV up يعني علي صوت التلفزيون. I can't hear it. hear فعل بمعنى يسمع، انا مش عارف اسمع، علي شوية. turn the TV down يعني وطي صوت التلفزيون. it's too loud. loud يعني صوت عالي جدا. طيب بعد كده go on و go off. go on معناها يستمر في، go on معناها يستمر في. يقولي don't stop لا تتوقف. go on talking يعني استمر في الكلام. it's very interesting يعني الكلام اللي انت بتقوله ده مثير للاهتمام، كويس قوي، interesting. يعني الجملة دي بتساوي كلمة continue، استمر في الكلام. الجملة التانية Karen went off and forgot her handbag. يعني كارين مشيت ونسيت الهاندباك بتاعتها اللي هي شنطة ايدها. يبقى هنا went off بمعنى left و go on بمعنى continue. يبقى go on معناها يستمر و go off اللي هي الماضي بتاعها went off بمعنى يغادر. بعد كده الفعل put. put لوحدها معناها يضع، لكن مجرد ما احط معاها حرف جر on put on معناها يرتدي. يقول لي it's cold and windy outside يعني الجو برد وعاصف بره. cold يعني بارد، windy يعني عاصف، outside يعني بالخارج. put your coat on يعني البس معطفك او put on your coat. يبقى ممكن استعمل put on على طول وبعد كده اكتب الحاجه اللي هلبسها، يعني مثلا put on the jacket او put on your coat، او احط put وبعد كده الحاجه اللي هلبسها وبعد كده حرف الجر on. put your coat on. come on. come on معناها هيا. come on we're late، هيا احنا اتاخرنا يعني بسرعه. One phrasal verb different meanings. دي رقم تاني حاجة هنتكلم عنها في الصفحة. بيقول لي one phrasal verb يعني فعل مركب واحد different meanings يعني ليه معاني أكتر من معنى مختلف. note that one phrasal verb بيقول لي لاحظ إن ممكن يكون فيه فعل مركب واحد can often have different meanings ليه معاني مختلفة. زي turn down، لسه قايلين turn down معناها يوطي الصوت. زي she turned down the stereo يعني وطت صوت الاستيريو شوية. لكن turn down ليها معنى تاني بمعنى يرفض، لما أدعو حد الحاجة وهو يرفض إن هو يجي يبقى أقول she turned down the invitation، هي رفضت الدعوة.
She turned down the invitation. رجعتها، رفضتها. Refuse. طيب take off لسه قايلينها بمعنى يغادر أو ينزل من الأتوبيس مثلا، أو يقلع هدومه. يقولي our plane takes off at 12:30. هنا بمعنى يقلع. يعني إيه تقلع الطائرة؟ يعني تغادر من الأرض. يقولي our plane الطائرة بتاعتنا takes off at 12:30، يعني هتقلع الساعة 12:30. الجملة التانية she took off her shoes، هي خلعت جزمتها، معنى كده انها removed them from her feet، شالتهم من رجليها. يبقى تاني take off بمعنى يقلع وبمعنى يخلع هدومه او اللي هو ملابسه.